عاملين حفل هو عبارة عن تكريم للمحلات يلي فازت معنا بشهر رمضان المبارك، المسابقة اللي عملناها بشهر رمضان، وكمان بالإضافة إنه نحن كرمنا اليوم المندوب يلي تميز بإدائه خلال شهر رمضان، وحبينا كمان نوسع هذا الحفل نجتمع مع الوكلاء يلي عم يمثلونا، يمثلوا اسم هوى الشام بمحافظات سوريا. يعني حبينا هاللقاء يجمع بين الكادر الإداري وبين الكادر يلي عم يمثلوا اسم الشركة من الخارج. طبعا هو النجاح للكل كان، وبالفعل يعني كان المحور الأساسي اللي نحن انطلقنا منه إنه عم نكبر سوا وفرحتنا سوا، فحبينا يكون الكل اليوم عم يتكرم، الكل يكون معتز بهي الشركة يلي هو عم يشتغل فيها ويلي عم يقدم فيها. شركة كتير يعني رائدة بمجال المبيعات، بمجال الأجبان والألبان. طلعت الأول الحمد لله بفضل الله. هاي الشركة بتحفز المندوبين من خلال تدريب وتأهيل المندوبين وإعطائهم الفرص وتحفيزهم لهذا الشيء. شركة هوى الشام هي شركة ألبان وأجبان مثل ما بتعرفوا، شركة راقية جدا جدا، الله يعطيهم ألف عافية. اليوم فاجأونا بيك حفل ظريف كثير كثير بلقائهم هن كإدارة ونحن كوكلاء المحافظات كلها. حفل رائع جدا، مبادرة كثير كانت حلوة وكانت بناءة لمستقبل إن شاء الله أجمل وأجمل شركة هوى الشام. أنا محظوظ، وكل مين بيشتغل بشركة هوى الشام هو ربح حقيقي، لأنه شركة محترمة بتحافظ على سمعتها وسمعة مندوبينها وسرعة منتجاتها. هوى الشام شركة كتير مميزة، بضاعتهم كتير كتير مميزة، بالجودة الحمد لله تمام، ما في شكاوى عليها، بالأسعار منطقية كتير، ما في أي إشكال بهالموضوع. بظرف الأمور الراهنة هلأ بارتفاع الأسعار وهيك، عم نلاقي أنه ثبات بأسعارها أكثر مدة. ما شاء الله الإدارة معاملتهم كتير كتير كويسة ممتازة. سمعتنا الحليب المنكه هو رقم واحد بالبوكمال، يعني ياجع لحد اللبنة الجبنة، يعني الحمد لله يعني بضاعته بعدنا بالبوكمال معروفة، يعني هي أصنافهم يعني مميزة عن السوق، يعني بالعبوات وبالجودة، الحمد لله رب العالمين.